لانه مش عم بيسوق منيح. هودي هلا هلا ما حدا اخذ شوف دفتر السواقه يعني تعلم، لا هو بيقعد بالبيت هو ومرته، بيجي الدفتر نص دين بيته. انا اول واحد استلمت ثلاث شوفيريه هون بالسنه الخمسين، كثير ضربت شي 30 40 واحد صار ما اكلها. سالي هون بقول لهم في شخص عنده حصايه وبيخبي. لك ومزيد نهاريت انا بتمشى كمان هون، اخذتني وحده ست ما بتعرف السوق، انا عم نحكي ما بتعرف السوق ولا عندها دفتر. رحنا لهنيك طلع انا هيك 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 كثير شيء، ست البلوطه ما عندهاش دفتر، عم تمشي على الرصيف تقريبا على الرصيف، وانا وصلت على الرصيف واخذتني ورانا على الفرمشي على المستشفى، فحصوني من راسي لتعبي. قال معلم الياس والله اليوم بحق لك بدك تروح على بيتك. قلت له لا اكسر ما في فيه، رديت بروح على البيت. قلت له مين بعدين بيجي بيخدني يعني على الرديت وتعتي؟ ادبر حيلك. قلت له شوفي هذا العصاية بعد تجيبوز بعد وحدة حرق دين انت فل ولا انت فل؟ انت شو جايبك تعمل ها؟ جايبك شو؟ يلا وين؟ كلمه لا هيدي بس ترجي وقت بلش بعمل هيك بس هيك فزوا بفزوا ما كنت قتلي. يلا نهزوا هيك على حياتي انا هاي عم بتمشيني، خاصه بعد بدي انزل درج ما فيني بقى سفنين من واحد على الثانيه يعني. ايه هيدي عم بتمشيني ايه من هوب يوم 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 يو